بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بعد ما خلصنا الفارماكوجينوميك وخلصنا بعض النقاط المهمة في الانتيكو اجلنت اللي هو الفارين والدباجتران، وخلصنا الـ يعني خلصنا نص الفاكسينيشن وخلصنا الانتيدوت، وهنشرح النهارده ملف كده برضو صغير اللي هو الاستاتكس. طبعا اول ما تسمع الاستاتكس هتتخض كده وتقول الاستاتكس هو ايام الكليه، بس هو الموضوع مش صعب، هو الموضوع بيجي عليه سؤال ولا سؤالين، والسؤالين ده هما بيكونوا مضمونين ان شاء الله. تمام. قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت بس تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يصلك كل جديد، وتقدمنا ارائك في الفيديوهات بتاعنا اللي فاتت، وتسيب لنا في التعليقات تحت، وتعمل لايك للقناه. تمام. وتعمل شير عشان الكل يستفيد ان شاء الله. تمام. ايه يعني ايه ستاتكس؟ او اول حاجه ستاتكس انا بقيس اللي هو السنترال تندنسي. تمام. اول حاجه البايو ستاتكس يعني ايه؟ حاجه احصائيه، عمليات حسابيه انا بعملها على الاستادي ديزاين. انا طبعا في ملف اسمه استادي ديزاين هنشرحه ان شاء الله، بس انا بعد بقى بعد ما عملت استادي والتجارب بتاعتي، انا بعمل بايو ستاتكس قلنا هي عمليات حسابيه بعملها على الاستادي ديزاين اللي انا عملتها عشان تطلع لي معنى احصائي للدواء ده. تمام. وده بتكون وتتاكد ان الدواء ده افكت بنسبه 100%. تمام. في طريقتين، اول حاجه والطريقه الاولى اللي هي سنترال تندنسي. تمام. يعني ايه سنترال تندنسي؟ تجمع القيم حوالين نقطه محدده تبقى السنتر او المركز. تمام. كله بيبص على السنتر او المركز ده. يبقى قلنا البايوستاتكس ده من ناحيه حاجتين اتنين، السنتر تندنسي والايه والديسبرشن. سنتر تندنسي والديسبرشن. اول حاجه هنشرح السنتر تندنسي هو تجمع القيم حوالين نقطه محدده، وتبقى النقطه ديت هي السنتر او المركز اللي كله بيبص عليها، اللي هو كله بيبص على السنتر او المركز. اول حاجه المين. يعني ايه المين؟ المين هو مجموع القيم على عددهم. يعني ايه المين؟ يعني هو المتوسط الحسابي. تمام. هنقول مثال. تمام. عندي مثلا شويه اطفال وزنهم 30 31 32 33 100، ده اوزانهم مجموعهم. هنجمع، هيقول لي مثلا في الامتحان يجيب لك شويه ارقام مثلا ويقول لك هات لي المين بتاعهم. تمام. هنحسبها ازاي؟ هتقول قلنا الاطفال وزنهم 30 31 32 33 و100، مجموعهم على عددهم. تمام. بس عندي في مشكله هنا من ضمن العيوب بتاع المين، اللي هو سنسيتيف اوف اوت لاير. يعني ايه سنسيتيف اوت لاير؟ مجموعهم على عددهم. هتلاقي مثلا في المثال اللي احنا قلناه اللي هم الاطفال اللي هم وزنهم 30 و31 و32 و33 و100، مجموعهم على عددهم هتلاقيه باصص ناحيه ال100 للعدد الكبير. تمام. مش هيعبر قوي لما يكون عندي اوت لاير، يعني مش هيعبر قوي عن قيمه معينه، فبالتالي هتكون قيمه شاذه. تمام. ده ايه المين. تمام. بالنسبه للمثال اللي في المذكره، لو بقول لك انا جمعت داتا، و هنقرا بس الاول الديفينيشن. بقول لك انا بجمع الفاليو، بجمع القيم كلها وبقسمها على ايه، التوتال نمبر اوف فاليو. تمام. اول حاجه المثال اللي هو عندي ناس في المستشفى 110 76 29 38 105 31، هنجمعهم ايه على عددهم. تمام. انا برضو المين ده قلنا اللي هو بيبقى افكتد بالاوت لير. تمام. وده حاجه مش كويسه، ديس ادفانتج له، وهو بيبقى سنسيف للاوت لير. تمام. ليه بيبقى سنسيف للاوت لير؟ لان انا هنا بستخدم كل الداتا اللي موجوده عندي، يعني انا بستخدم كل الارقام اللي موجوده عندي، بعكس الحاجات اللي احنا هنشوفها دلوقتي. تمام. الميديان. يعني ايه ميديان؟ الميديان ديت القيمه اللي في النص. تمام. ده الادفانتج بتاعها اللي هي نوت سنسيف للاوت لير. ماشي. يعني ايه نوت سنسيف للاوت لير؟ نوت افكتد بالاوت لير، لان انا مش بستخدم كل الفاليو اللي عندي. تمام. وليكم مثلا مثال، انا عندي مثلا يقول لي مثلا يجيب لي مثال، يقول لي مثلا اي حاجه بقى، يقول لي مثلا الارقام ديت 20 30 70 80 90،
انا طبعا عشان احل المساله بتاع الميديان ده اهو، عشان يقول لي هات لي الميديان بتاع الارقام، لازم اول حاجه اعملها اتاكد انها ايه مترتبه تصاعديا، يعني من الاصغر للاكبر. ماشي، اول حاجه لو انا عندي عدد فردي، الميديان الرقم اللي في المنتصف، يعني مثلا في الارقام اللي عندي ده 20 30 70 80 90، ده هم 5 ارقام، يبقى الرقم اللي في المنتصف اللي هو 70. تمام، انما لو عندي عدد زوجي مثلا 20 30 70 80 90 100، ده زوجي، فانا بالتالي انا اول حاجه لو هم مش مترتبين ارتبهم، وبالتالي انا بجمع الرقمين اللي في النص. يعني انا عندي مثلا بطريقه بقى سهله، سيبك بقى من قصه ان زائد مش عارف ايه قصه وكده، هنقولها برده بس خلينا نقول الطريقه ديت بطريقه سهله. انا عندي ايه الرقمين اللي في النص هنا؟ انا نقول الارقام تاني 20 30 70 80 90 100، الرقمين اللي في النص هنا 70 80، هنجمع ال 70 زائد ال 80 ونقسمهم على 2 هيديني 75. تمام، يبقى الرقمين اللي في النص واقسمهم على 2. تمام، بيقول لك في الورقه اللي هنا، هو الرقم يعني اللي في النص، وهو لو انا عندي عدد فردي بيبقى ان زائد 1 على 2، انما لو عندي عدد زوجي ان على 2 او ان زائد 1 على 2. بيقول لك مثال هنا 253 على 105 و125 و328 و417 و271 و90. اول حاجه بيقول لك نرتب الاعداد 70 90 125 301 253 328 417. نلاحظ اللي هم عدد الأرقام المتواجدة 7، يعني عدد فردي يبقى 7 زائد 1 على 2 4، يبقى الرقم الرابع هو الايه، الرقم الرابع هو اللي ايه، هو الميديان. ماشي، يبقى الرقم الرابع يبقى هو ايه، يبقى 70 ده رقم 1، 90 رقم 2، 125 رقم 3 اللي هو الايه، 201 اللي هو رقم ايه، 4 ده اللي هو الميديان. تمام، لو عدد بقى فردي قلنا ان زائد 1 وان زائد 1 على 2. تمام كده، ده كده خلصنا الايه الميديان. تمام، احنا دلوقتي شغالين اصلا في السنترال تندنسي، ما ننساش احنا شغالين في السنترال تندنسي. قلنا في الاول البايوستاتكس ده منه يعني 2، السنترال تندنسي والديسبيرجن. السنترال تندنسي والديسبيرجن، السنترال تندنسي فيها 4 حاجات، اول حاجه فيها المين، واحنا شرحنا المين، قلنا المتوسط الحسابي، ثاني حاجه اللي هو الميديان اللي هو القيمه اللي في المنتصف، هنشرح ثالث حاجه اللي هي المود. يعني ايه مود بقى باختصار بسيط كده؟ قلنا المود ده هو برده نفس القصه اللي هو مش بتأثر بالاوت لير. ليه؟ لان انا مش بستخدم كل القيمة. يبقى ايه هي الحاجة الوحيدة اللي بتتأثر بالاوت لير عشان انا بستخدم كل القيم؟ اللي هي المين. يبقى المين انا بأفكتد بالاوت لير عشان انا بستخدم كل القيم، وده ديس ادفانتج له، انما الميديا ما بتاثرش ولا المود مش بتاثر. تمام، المود ده هو ملخص يعني كلمتين كده، ده اكتر رقم اتكرر في المساله. تمام، المساله اللي عندي 8 9 9 14 8 8 8 10 7 6 9 7 8 10 14 11 8 14 11. طبعا ايه، اول حاجة هنرتب الداتا الاول، هنقول 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 14 14 14. يبقى اكتر رقم اتكرر عندي في المسألة ايه؟ هو التمانية. تمام، طب افرض مثلا لو التمانية مثلا اتكرر مرتين بنفس القيمة، مثلا انا عندي في المسألة ديت 1 2 3 4 5، انا عندي 5 تمانيات. افرض لو انا عندي كمان كمان عندي مثلا 5 سبعات، يعني عندي 5 تمانيات و5 سبعات، يبقى ده اسمه بايو مود. في المسألة اللي بعدها برضو هنقولها 110 731 1031 84 80 20 118 1162 1977 103 752. ده ما فيهاش ايه نو مود، عشان ما فيش رقم ارقام اتكررت. تمام، مثال تاني، لو هو مثال تاني 1 1 1 2 3، اكتر رقم اتكرر عندي 1 اللي هو اكتر رقم اتكرر. طب مسألة تانية نقولها 1 1 1 2 2 2 3، يبقى دي فيها بايو مود، عشان هو اتكرر ايه مرتين، الواحد اتكرر عندي رقمين اتكرروا، الواحد والايه والاثنين. تمام، رابع حاجه من السنترال تندنسي الميد رينج. يعني ايه ميد رينج؟ القانون الميد رينج بتعرفها، بجمع اصغر رقم
واكبر رقم واقسمهم على 2، تمام؟ يبقى القانون بتاعها lowest value زائد highest value على 2، تمام؟ نقول مثال 18 14 34 11 10 12. اول حاجة انا برتب الداتا، برتبها. نقول المثال تاني 18 14 34 11 10 12. انا برتب الداتا 10 11 12 14 18 34. اول حاجة اصغر رقم عندي اللي هو 10 على اكبر، او زائد اكبر رقم اللي هو 34 على 2 بيساوي 22، تمام؟ هنقول بقى، هنتكلم في تاني حاجة، تاني نوع من أنواع البيوستاتيكس اللي هو الديسبيرجن. يعني ايه الديسبيرجن؟ يعني قيمة التشتت. يعني أنا بقيس مجموعة القيم أو تشتتها. أول نوع فيها اللي هو الرينج. يعني ايه رينج؟ يعني فرق القيم. يعني مثلا لما أقول مثلا أنا عندي المسألة مثلا دي تطلع الرينج القيمة بتاعها من 2 لـ 3، يبقى ايه؟ يبقى 2 ده أقل قيمة و3 ده أعلى قيمة. من 1 لـ 100 مثلا يبقى 1 أقل قيمة، 100 أعلى قيمة. تاني حاجة اسمها ستاندرد ديفيجن. يعني ايه ستاندرد ديفيجن؟ مدى تشتت القيم حوالين المين، تمام؟ قلنا في المين بقيس مدى تجمع القيم حواليه، وهما بيبصوا عليه ولا لأ، ماشي؟ يعني هما بيبصوا على القيمة اللي في النص أو المركز ولا لأ. هنا بقى أنا بقيس العكس، أنا بقيس مدى تشتت القيم، تمام، حوالين ايه؟ المين. تالت حاجة اللي هو ستاندر ايرور اوف مين. انا بقي نفس الستاندر ديفيجن، مدى تشتت الارقام حوالين المين، بس لكل اوفر اول بوبيوليشن، لكل الناس، لكل العينات اللي انا اخدتها اعمله على ممكن ده الستاندر ايرور مين. انا الميزه الوحيده اللي انا ممكن اعمله على كل البشريه كلها، لان واخد عينه كبيره من ايه؟ من الناس، تمام؟ كده خلصنا البايوستاتكس. يا رب يكون استفدتوا حاجه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وتعمل اشتراك في القناه، وتفعل جرس التنبيهات عشان يصلك كل جديد، وتدعمنا بالدعاء ان شاء الله، تمام؟ بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله تخش الامتحان وتنجح ان شاء الله.